إلى مدينة طنجة، حيث تواصل اللجنة الأمنية المختلطة عمليات المراقبة والتقنين التي تستهدف فرض تطبيق إجراءات حالة الطوارئ الصحية واحترام المقتضيات القانونية والتنظيمية المؤطرة لعمل المحلات العمومية التي تقدم المشروبات الكحولية أو الممزوجة بالكحول. هذا وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن عمليات المراقبة المنجزة خلال يوم 25 من سبتمبر الجاري شملت 15 مطعما مصنفا، ومكنت من رصد 10 مخالفات، منها ما تعلق بغياب المسير المسؤول وعدم احترام صنف الرخصة وتحويل النشاط الأساسي للمطاعم إلى حانات، إضافة إلى مخالفات تتعلق بتشغيل عمال دون الحصول على التراخيص الضرورية، ومخالفات أخرى تتعلق بعدم إشهار الإطار القانوني لعمل هذه الفئة من المطاعم وتغيير الاسم التجاري بدون ترخيص، إضافة إلى إتلاف عدد من المشروبات الكحولية والغازية منتهية الصلاحية وكميات من المواد الغذائية غير صالحة للاستهلاك.